رانيكم في ترانكيل لسا 28 دقيقة خنمشي نطلع على الأخبار العالمية والمحلية زيدا نشوفوا شنو فما جديد نمشي للعالم نمشي للمانيا الوليد دونك دونك نمشي وإحنا قعدنا كان المانيا مشينا ليش وزير التنمية كنا في البحرين ديجا دونك من البحرين مش هزكم للمانيا ما نحرمكم من شيء وكما عندكم دورة بيه اليوم سفاقس بحرين ألمانيا بيه سوسة بيه سوسة خاطر جزء أمين معلق في سوسة أي فلا وزير التنمية الألماني في تصريحات صحفية اليوم قال لي قضاء الإجازة الصيفية في دول شمال إفريقيا أمر ممكن وقال لي من بين دول شمال إفريقيا تونس اللي يمكن قضاء العطلة بها مع وجود تطبيق شروط أساسية للرحلات إلى المنطقة حسب فهم النظافة اللي تعمل وفقا للمعايير الأوروبية وصبعة زيادة وزير التنمية الألماني أسماح لمواطني بالسفر في العطلة الصيفية لدول السياحية التقليدية كما إسبانيا إيطاليا البرتغال مع كرواتيا غريس وغيرهم دونك اقترح سفر إلى دول شمال إفريقيا لمساعدة اقتصادها بركلو فيه لتتركز أساسا على السياحة في هذه الفترة الحرجة ونظرا لنجاحها في السيطرة نسبيا على وباء الكورونا اي بون على محل غلط شويه هو هنا خاطر المامو ديريكت يقول تونس على شمال افريقيا الكل المامو يجيو بحذا الكل مرحب بيهم معناتها الالمان الكل بعد التصريح هذا بتاع كي تتساوى شي بدل راي ولا تتساوى هو خطا اتصالي راه عملوا معاه هو حتى في تونس تونس طول اي اما غير خانوا التعبير ساعات يخون التعبير ما تعرف وان بلوس معناتها احنا ديما احنا والالمان معناتها اخوات ومرحبا بهم معناتها جماعه مركل الكل يجيو بحذانا لتونس جيفانش تايجر صيفوا بحذانا صحابنا مولر بودولسكي بودولسكي كله معناها صحابنا من اللي نحن بديت نحس رجالي في دبي بالحق انا هكا بديت نحس بالحق معناها جماعة بايرن جماعة دورتموند جماعة هامبورغ جماعة شتوتغارت باير ليفركوزن هوفنهايم كلهم صحابنا يجوا بحذانا دونك ليه بالحق ولا الخبر يفرح معناتها بيان سور يفرح احنا اما لازم احنا شوف لازم نستغلوا توا نمشيو شويه للجديات معناتها اش قال لازمنا نستغلوا الحاجه هذه جوستومون كيفاش اليوم يلزم الوتلة نتاعنا النزل السياحية وكذا وغيره معناتها من المتداخلين في القطاع السياحي يخدموا على الصحة الوقائية باش يكون ضمانة للسياح اللي باش يجيبوا ويسوقولها معناتها الوتلة لازمها تخدم نظام وقائي موجود في كل اوتيل ما نعرفش انا مانيش تقني ياسر اما المهم نظام وقائي هما يدبروا رؤوسهم كيفاش مع الصحه طب يكون لازم سبيسياليست يكون لازم ثم طبيب في الاوتيل يكون ثم تباعد في الـ في الـ في لي ريستورون في لون كلوزوف وكذا ممكن ينجم حتى يستغناو عليه باش ما نلقاوش كدز وكذا وغيره كي تتسوق الحكايه هذه تتصور وتتسوق وتخدم لها معناتها على مستوى وزاره السياحه يظهر لي باش تكون هي الحاجة الوحيدة اللي تشجع السياح انهم يختاروا تونس كوجهة سياحية حتى عشتوتات صحيح حتى عشتوتات ما عادش نجموش نلقاو اربعة تحت باراسول نوليو واكليا كل شيزلونج معناتها مثلا بعيد شوية على صاحبه هكاك معناتها يخدموا الحاجة حاجة كما هكا في المجمل ويسوقوا لها سورتو يسوقوا لها وقتاش يعني وقيت نخدموا توا بعد رفع الحجر اي بعد رفع الحجر بعد رفع الحجر معناتها اي يلزم جويليا ولا جوان توا يلزم يخططوا وبعد يبداوا يطبقوا اوتوماتيكمون من بعد رفع الحجر ويسوقوا لها ونسطر بالاحمر الكلمة يسوقوا لها خاطر كيفاش باش يسمعوا بدولة انه عندها اجراءات هذه يلزمها تخرج في الميديا وتخرج خاصة البرة توصل أكثر ما يمكن معناتها من دول أوروبية اللي أكيد جدا الناس اليوم راي قلقة معناتها من الحجر الصحي ومن التعديات ممكن زادة ناس تتشجع معناتها وإحنا نقصين تسويق عليه تحبوا لنا في السياحة بتاعنا شوف راو تنجم من تستغل الجائحة هذه وتخلق بها ممكن ثروة أخرى مثلا نجموا مثلا اليوم انت تكسب ممكن مرشيات نتاع سياح اخرين اكثر قبل ما كانوش يجيو نقصد انا معناتها اليوم ينجموا هما يجيوك بالنسبه لاخواتنا الالمان عاود ناكد معناتها ونقول اللي هما مرحبا بهم في اي وقت بالحق اخواتنا بيان سو اخواتنا نحن اي اكيد احنا العالم كله وزير التنمية الالماني هذاك معناتها معروف بحبه لتونس وان بلوس اللي هو واقعي مش يحكي في حكايات انا دبي بندير فقط نتاع شوفنا تبي بندير بالحق مش فاضي بندير الماني عندك بندير ما عندك تاع البندير شوف لي بندير اما الماني اون بلوس الوزير الخارجيه واقع على الاخر معناتها الالماني ما ينجمش ينصح مواطنيه هكاك معناتها هو يعرف صحيح مواطنين شعب يعرف شعب يعرف امكانيات تاع تونس دونك الالمان كلهم ما يهمش للتهلك عايشك علي ميرسي بما فيهم ميركل حتى ميركل كان جيت صيف بعدين ما عندهاش مشكل لا هي لها انا شخصيا عندي بيت فارغ المهم تهبطنا التصويره معناتها على الانستغرام ولا التويتر نتاعها تقول لا والله حتى تسويقيا نبقى
باهت بارفوا في عندنا كفاءات مروه في السينما وفي التصوير في عالميين معناها تشوف معناها نوعيه حتى السينما بتاعنا كيفاش تطورت وكل شيء. ساعات نتفرج في التلفزه نتفرج مثلا تركيا كيفاش يصوروا تركيا معناها البلايص اللي ياخذوهم طريقه نتاع التصوير البلاصه باش ينصحوا العباد تمشي لتركيا تقول تو نمشي تو نقص ونمشي نحن ما نحن التو ما نشوف في الدنيا مش هكاك هما يعرفوا كيفاش يسوقوا مشيت وطار سينما صحيح يعني علاش بالتركي كمثل تركيا طن بعد نحكيك طن بعد نكمل باش نحكيك باش نحكيك على روسيا مازلنا في تركيا احنا شو شو صار لك عشان حتى خواتنا الاتراك والرويسه مرحبا بهم عارفوهم اصحابنا لا بالحق والله ليه فما طرق نتاع التصوير والله ساعات انا نشوف ساعات بلايص كيفاش تتصور ساعات واحد تونسي مثلا نافح باش يعمل فيديو في الهواريه وحده ما عرفتش شفت فيديو في قربص ظاهر لي ولا في الـ في الـ في الهواريه كيفاش مصور هذاك كان يهبطوه بركه يتعدى في كلهم يجي بالحق فما طريقه نتاع التصوير مارجري عندنا راهو كفاءات سينمائيه لازم وزاره السياحه تتعامل معاهم تستغل تم بوات برو تخدم حاجات هذه يخدموا هكاك نحن مازلنا والله تونس نعديو شويه جربه حوم مازلنا في الجمل وجمل وصحراء جمل وصحراء وجماعة تمشي مع كامل احتراماتنا معناتها للسياحة الصحراوية وغيره اللي هي اللي هي في حد ذاتها ناقصة تسويق صحيح يلزم سوقنا لها بالجمل وبال صحيح يلزم معناتها يلقاو حاجات بدلو أخرى معناتها تو ديجيتال تو خويا عطينا فيديوهات شاشية ومشموع صحيح مازلنا غادي لازمنا نطوروا وقت اللي تصوير على الانستغرام عند نجم عالمي كما تعمل المغرب المغرب تخلص لهم السيجور الكل نجم تكون احنا مستغلينا من الاخر والله العظيم ما استغلينا حتى كفاءة تونسية للتسويق للسياحة التونسية حنا نجوم راهو جيل تونس راهو ما فيقوش بهم جيل احنا فيقوا بهم كاعلام ممكن وكمواطنين العباد ما تفيقش بهم لا نحكي على الدولة ما تفيقش بهم وحتى راهو جات سنين سامي خضيرة نجم اول في ريال مدريد نجم اول في ريال مدريد بس كاس عالم مع المانيا وموجود ويجي لتونس يصيف ويهز روحه ويروح يا اخي سيلين جون كانت تجي ما شكون كانت معناتها كان ينجم فوندام كان يجي اي اي نعرف والله فوندام كان يجي اي نعرف نعرف معناتها هذا بون قبل الجو حتى برشا هما اللي ستار بتاع العالم جانا جاكسون تحكوا على السياحه تحكي على السياحه نحكيو على التوانسه التوانسه اللي تنجم سامي خضيره ولتونس مثلا تنجم تستغلهم انت باش يسوقوا معناتها نحن وحدنا ديجيست صغار شفنا ملك الجزيري مرة في زيت تونيزيا في الكاميرا حتى تو والله ناخذ اكزومبل صغير ندخلوا سبور في الحكايه انا ديما مشكلتي في مش مشكلتي مع برافو ليهم ناس خدمت على ارواحهم رواندا رواندا عامله ديسبونسور مع ايكيبات كبار مع ارسنال تو تعدي لك ماتش ارسنال في زيت رواندا تلقاها في الواحده في الـ في الـ في البانو بيبليسيتير اللي في ستاد تلقى فيزيت رواندا معناها تصور فما كازاخستان صحيح فما برشا معناتها في اسيا عملت نحن تصور مثلا نعملوا كونفونسيون مع خويا ما مش لازم ارسنال تعمل حتى مع شالكه تنعملوا مع بردو مع اصحابنا للمان نعم اي نعم اي نسيت انا شالك نعملوا صاحبكم مع شالكه شوفوا شتوتغارت شوفوا شتوتغارت نحن عندنا توأم مزبور بورقيبه عاملين توأم مع شتوتغارت قسما بالله في البلديه علاش ما نشوفوش فما توأمات يا خويا ما تعرفش شتوتغارت نكلم لكم انا شكون في شتوتغارت نعرف وزاره السياحه نحطوا فيزيت تونيزيا في ستاد مثلا طلع بها لا نحكي بالحق والله هذوما هذوما حاجات في العالم مانيش قادرين نسالوا فيهم اي يلزم زاد الامكانيات فلوس انا انا نقترح انه البيدجي نتاع الكوميونيكاسيون اللي يخدم تصوير البلاد في عوض نستغلوه في اشياء تقليديه نزيدوا عليه شويه ما يسالش ونستغلوه في تسويق رقمي وعصري خير برشا معناتها ويلزمنا نستغلوا اليوم راه وزير نقول لك حاجه وزير في اخر تعليق على الخبر هذايا وزير التنميه الالماني حط دول شمال افريقيا في كونكورونس طول حطهم ديريكت في منافسه معناتها معناتها اليوم قال هما وجهه ممكنه سطر بالاحمر على كلمه ممكنه وانت خلينا نشوفوا واحد ممكن اقل وانا نشوفوا من هنا معناتها كيفاش باش تولي هي وجهه سياحيه وينحي كلمه ممكنه وقت يشوف دوله هيئه نفسها لاستقبال السياح الالمان ان شاء الله اللي كون ربي تكون تونس خاطر خاطر كلمه لاخواتنا الالمان بالنسبه لاخواتنا لي كونكورونس صحاح نتاعنا في التوريزم قبل وحتى على ديما في الصيف تلقى اسبانيا تلقى بون نحكي على الاوروب معناها تلقى فرنسا كونكورون في السياحه بارتو في العالم ما عنديش قداش مليون من سائح يمشي لفرنسا تلقى تركيا دير نيرمون ولا ايطاليا هذوما كلهم تو مضرورين برشا معناها سميت لك اربع اكثر مضرورين من الكورونا فرنسا ايطاليا اسبانيا وتركيا شكون بقى؟
قالت مغرب مصر تونس هو حكي عليهم ديجا الوزير التنمية تونس اللي هي أكثر بلاصة ممكن يميلوا لها السواح خاطر نعرف ما يحبوا تونس والله تجيو بعدين تشوف والله يجو تونس به إن شاء الله في الألمان يجي يجيو برش عجبك شي لحل أحوال شركة فيرجن أستراليا اللي تعاني تعاني من ضائقة مالية أقرت اليوم نهار الثلاثاء عرفت الشركة بتاع شنو؟ تاع سيدي تاع طيران طيران ما؟ فما فيرجن تاع بتاع أنا نعرفها شركة طيران وفما بتاع موزيكا فما والله فما لا تتصورش نحكي عليها في خبره عليه لولا في العالم تاع الموزيكا معروفة فيرجن ماك واضح لنا فيرجن أنا من فما جازوز قبل هذاك ها؟ بربي خلينا نكمل الاخبار تقول لي فيرجن هكاك وين نطلع فيرجن وين حصيله هي واحد بربي خلينا نكمل بربي قرر التوقف عن الدفع قررت انا قررت التوقف عن الدفع بالحق قالت اللي هي اعلنت افلاسها اليوم اوفيسيلمون على خاطر بيان سور لي فول ما تهدلي فول نتاعها خاصو عندها قديش بتبيعتها عندها شويه مشاكل ماليه من قبل وقالت الشركه في اشعار الى البورصه الاستراليه اللي تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلتها الجويه على الرغم من ان مصيرها اصبح في ايدي حراس قضائيين على خاطر حتى الامر بشيء القضاء ما بالحق عن تفليسها رسميا وتحيه للخطوط التونسيه الجويه مازالت تقاوم والله تحيه على هذا فلس الغزالة لبس عليها الحمد لله تجري لبس عليها أما عنا شركة طيران إفريقية زد أعلنت فلوس هاي شركة طيران جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا أعلنت فلوس زد ثم نادي في البلجيكي زد أعلن فلوس برشة برشة طب تسمع في رق أعلن فلوس وكمان في تعليق على ذي ورمز فيرجن سايو يمشي نمشي النادي بيسكارا في إيطاليا النادي اللي يحاول رسمة متى تصويره متى الفول صغير نسخب على النفلس للتيشيرت متى القميص الرسمي متى زي الرسمي جوستمون متى النادي كيفاش هما توا اون كونفينمون كيفنا وكل ما يخرجوا شنو عمل طلب من جماهيره انه هم عظمنا طلب من جماهيره باش كل واحد يتخيل ولا يصور لهم شنو مثلا زي الرسمي نتاعهم نتاع الموسم الجاي سيزون جاية يا اخي كل واحد اقترح بيان سور وبعث لهم شنو اختاروا تصويره صورت في العمر 6 سنين باش تكون هي زي الرسمي نتاع الموسم اللي بشي حلو شو فيها التصويره؟ التصويره فيها شعار ليكيب اللي هو دوفان دوفان هي ماي مديترانية المدينة هكا ولا ديجا نظمة الحلبة المتوسطة ولا ايش نقصد فوالا دونك فريمون برافو هاو كيفاش تستغلوا الحجرة مديترانية كيفنا لا مرة نبعث لهم لوجو الراديو عاش بيسكار هاو مديترانية كيف لا والله انزل افكار بسيطة يلعبوا براديو ميت منو فيه هم يلوجوا معناتها انا دبرنا كيف تعمل لنا الاشهار حطوا في فيزيت تونيزيا يشوط في اللوجو نتاعنا سمعت تقول قاعدة في رينيو حطوا فيزيت تونيزيا من لوطا عندنا الافكار راهو في تونس راهو غير ما يمنوش بينا والله غير ما يعطونيش الفرصه كيما انا كي نتكلموا في المواقع التواصل الاجتماعي نعملوا كاليفوروم الكبار في ما هما توا هما جماهير بيسكار الكل تلموا كل واحد عمل تصميم نتاعه فكره مزيانه كل واحد عطى التصميم نتاعه الناس الكل تشارك شاركت الناس الكل طفل صغير عمره 6 سنين انا معاها تشركه يزي ما فجاه تهبط اعلان رسمي صحيح هاو هذا المريول شنو رايكم فيه تبدا الناس انا معاه انا ضد انا معاه حتى اللي فات اعمل التريم بعد ناحيه كجماعه اللي ما همش يحكيوا بجد خوز جماعه اللي يحكيوا بجد تلقى برشا افكار خاطر توانسه والله عملت التلفزه الوطنيه مره في اللوجو بعد الثوره شاركت الناس وقالت اقتراحات وبعد اخترت منهم وخذيتهم معناتها اللوجو صارت احسن لوجو نمشيو للاعمال الرمضان شو فيه؟ صارت احسن لوجو من اللي اختار معناها اللي اقترحهم العباد نشيل الأعمال الرمضانية دوك كنا نستناو في المسلسلات وكل النوبة من المسلسلات بربي عنكمل الخبر رالي النوبة من المسلسلات اللي نوبة من المسلسلات نستناو فيها مبرشة توانسة بالحق نجاح كبير اليوم نستناو فيه تونس كل تستنى فيه اسنين مش عشرين بربي خلي ركز اليوم مش عشرين اسنين رمضان اسنين مش عشرين حلقة كاو 30 حلقة النوبة بتكون على قناة التاسعة لا دونك اكيد اي بون هو خبر خرج اليوم معناتها من فريق عمل المسلسل برشا تدوينات معناتها من ممثلين في المسلسل كيف تدوينه زاده من عند خلينا نقول شقيق المخرج
اللي هو يخدم الموسيقى زاد حمزة بوشناق خو عبد الحميد بوشناق كتب راه على الفيسبوك نتاعه انه نوبة 30 حلقة سنة كيف كيف الممثل بلال السلطنية اللي هو معناتها في الكيب من الممثلين في مسلسل النوبة كتب زاد انه نوبة 30 حلقة دونك رسميا نجم نقولوا 30 مسلسل تونسي في 30 حلقة سنة والمرة هذه في التاسعة الناس كانت تخمم على ممكن فراغ احنا علاش تناولنا المعلومة هذه راهو لا مانيش نطلعوا في مسلسل على حساب مسلسل حد احنا ما نزلوش حتى فوالا بعديك تو كيما الناس الكل معناتها نتفرجوا ونحكموا على الاعمال لكن الاخبار يقول انه مسلسل نوبة السنة باش يكون فيه 30 حلقة يعني على رمضان كامل الناس السنة تقول لك 15 والجزء معناتها الجزء الثاني من رمضان خلينا نقولوا 15 يوم الثانية من رمضان باش تلقاها فارغة ما ثماش أعمال درامية فاش باش نتفرج وكذا اليوم هاو ثم النوبة باش يرافقنا معناتها 20 حلقة 20 حلقة عملناها والسنة 10 حلقات وليه وبرشا وجوه جديدة السنة في النوبة اي برشا ريم الرياحي فتحي الهداوي كمل التويتي برشا ريم الرياحي كانت ضيفتنا حكيتها فتحي الهداوي مصنع يعني بها هذا ثلاثة مسلسلات سنة المسلسلات الكل هو قال لك اي مسلسل وليد مفيده قلب الذيب اي مسلسل تونسي تلقى فيه ممثلين تقنيين فتحي الهدي اي جزء من المسلسل لا وبرافو اخي واحد خلينا نقولوا قام نفرح كي شفت اسم كبير انا نشوف فتحي الهدي مسلسل فرج من غير ما حسب البلان سيكونس اللي خرجت على مسلسل النوبه باش نشوفوا فتحي الهدي ممكن في دور سناء ما اعتدناش عليه ما شفناش فيه قبل حسب هكا ما اوحات لي الشخصيه خلينا نقول هما موجودين في كباري اسمه ليالي الانس هذا السيكونس وين تصورت ممكن فتحي الهداوي سنة بشوفوه في شخصيه اخرى مغايره وهو يستقبل في كمال تويت اما نتصور انا ما نجمش نشك ولو للحظه انه فتحي الهداوي سوف يبدع معناتها في الدور نتاعو كل سواء في النوبه ولا في قلب الذيب ولا ولاد مفيد وولاد مفيده داير اللي سلسو بيه انا فتح الذيب خاصه السيكونس تاع المقرونه وقتها وقتك في الحم هذيك التو الناس تونس كل شتات الحم كيف الفاصوليا كيف الباب لا لا بالحق ما فتح الهداوي ما فما حتى ما يصروا عملوا دور المايسترو عملوه الابداع ابداع فما حتى الدور عملوه ما كانش دونك اي مخرج يحتاج فتح الهداوي اكيد دونك احنا في انتظار تو والله نبقاو نقولوا هكا انت في مصر وما ادراك ما الممثلين في مصر وما كاين فماش فيلم ما تلقاش فيه حسن حسني مثلا اي ما الافلام الكل كان ما لقيتش حسن حسني موجود في كل موفيل ما فماش حسن حسني نبدل حسن حسني من الناس اللي نجحوا في كبرهم زاد لا مش نحكيو على كبر معناه ينجح فما ممثلين راهو تحطوا برك ينجح شوف عندك فتح الهداوي دليل المفتاحي كمال التويتي وغيرهم معناتها اسامي هذا راه ما ينجمش حتى انسان يقول جاي يخمم في بروفيل نتاع شخصيه وما يجيش قدامه اسم من الاسامي هذوما دونك عادي جدا باش نلقاهم واللي يعجبك انه في اي دور يلعبوه تحصل الاضافه معناتها عمرك ما تخرج معناتها تقول ماكش راضي على الدور اللي قدمته دليل المفتاحي ولا فتح الهداوي ولا غيرهم بار كونتر اكتشفنا ممثلين شبان عمناول تبارك الله عليهم محليهم سخطوا في المايسترو أي. حتى في النوبه زاده في المايسترو على غالب ما كانوا باش يكونوا موجودين السنه في مسلسل لسعد الوسليتي اي بون هو كان اسمه من الاول طريق الى الجنه ما نعرفش اسكو تسميه نهائيه هذيك ولا لا انا مهم ما يحكي يحكي اسمه الحرقه بون هو يحكي على الحرقه يحكي على الحرقه المهم كانوا باش يكونوا موجودين على غالب العمل ما كملش نجم نقولوا انه مع الاسف تحرمنا ممكن من عمل لسعد وسلاتي سنة سورتو معاه سيناريست اللي ابدع عمناول معناتها في كتابه سيناريو المايسترو اللي هو عماد الدين حكي مش مشكل عام الجاي مازالوا عنا مازالوا عنا اكيد المناسبات باش يبدعوا اكيد الناس اللي ابدعوا عمناول والناس اللي سنة كانت الحظ معاهم ولا الفرصه عندهم فرصه بلوتو باش يقدمون انتاجاتهم ان شاء الله يبدعوا خاطر السنه رمضان ان بو سبيسيال عمناول كان التونسي يخرج بعد شقال فاتر القهوه ما نجمش يتفرش مسلسلات الكل السنه ما عنده ما يعمل التونسي شق فاتر باش التلفزه دونك باش يتفرش في لي برودوي الكل وان شاء الله بالحق نشوفوا حاجه تشد السنه وتعجب التونسي اهم حاجه ان شاء الله ربي بلغنا رمضان اللي فاقدين لا مفقودين كانت ترانكيله هذه التنكيله لليوم خلطنا لاخر الحصه ميرسي حبيب في الاخراج احمد مناري في الاخراج رقمي ميرسي امين هلال وعلي طرابلسي ومروان معمولي نقول لكم نيتكم زينه باي 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 با